تخيل ان برامج الكرتون اللي هتكلم عنها النهارده وصل بيها التطاول والاستهزاء بالاديان لدرجه غير معقوله، زود عليها السخريه من العرب والمسلمين والقضيه الفلسطينيه والتطاول على الانبياء وعلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الموضوع اوقات كان بيتعدى معاهم تجسيد الذات الالهيه في صور واشكال استغفر الله العظيم لا تصح. كل ده بيحصل في مسلسلات كرتون ممكن يكون بيتفرج عليها ابنك او حتى اخوك الصغير، حاجات لما تسمعها هتدمر طفولتك وهتصدمك زي ما صدمتني بالظبط. ولو اول مره تشوفني اتاكد انك تابعتني واعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدا، اللي انا جايبها لك النهارده هنرتبوها من الاقل للاعلى. اول مشهد معانا مسلسل عالم جامبل اللي بيتعرض على قناه كارتون نتورك واللي تقريبا كل مسلسلاتها اللي بتتعرض مليانه رسائل من النوعيه دي. جامبل بيكون موجود في المكتبه وعمال بيدور على كتاب، واثناء ما هو بيعمل كده بنلاحظ ان في الخلفيه سوره القران الكريم، وكمان لو بصيت على الرف الثاني هتلاحظ ان في صوره لشخص عربي ولكن وشه كان مشوش فكان صعب نعرف هو مين. صحيح المشهد ما كانش فيه اي اساءه، بس ليه تحط المصحف هناك؟ ليه لازم تدخل الدين في مسلسل هو مسلسل اطفال في الاصل؟ واحد من اكتر المسلسلات اللي كلنا تقريبا اتفرجنا عليها واحنا صغيرين. المسلسل ده لما تقعد تركز فيه بتكتشف كميه حاجات حرفيا تدمر طفولتك، كميه الرسائل الخفيه الموجوده فيه والمشاهد اللي لا تصح كتيره جدا. ولكن بقى النهارده هكلمك تحديدا عن جماعه بتعبد المسيح الدجال، هي جماعه الماسونيه اللي ظهرت في المسلسل اكتر من مره عن طريق الشعارات بتاعتهم، الحركات والرموز، وفوقها ان كان في حلقه كامله كانت بتتكلم عن ان شفيق انضم لجماعه الماسونيه. كان باين الكلام ده طبعا من اللبس بتاعهم، من الشكل بتاع المقر، وكمان من الشكل بتاع العين اللي كان موجود عندهم فوق القبعات بتاعتهم. في مسلسل امريكي واحده من الشخصيات اتسالت هل لدى اسرائيل حق في الدفاع عن نفسها ضد الفلسطينيين، وده بقى كان الرد اللي هم ردوه. Do you think Israel has a right to defend herself? And what part should the US play as an ally? Well, the thing about that it's a shame that Arafat walked away from the table in 2000. I mean, obviously there's no panacea, but a two-state solution with an emphasis on human rights feels like a place to begin. طبعا مش محتاج اشرح لك الرد مقصود منه ايه، كلنا عارفين الحقيقه وكل العالم دلوقتي بقى عارف الحقيقه، ولكن لازم تعرف ان الحلقه دي اتعرضت زمان وكانوا بيحاولوا بيها يغسلوا دماغ الاطفال او الجيل اللي طالع عندهم وحتى الجيل اللي طالع عندنا. في مسلسل ذا فاميلي جاي بنشوف واحده من الشخصيات اللي اسمها ميج كانت مربوطه بحبل ويائسه من حياتها، فراحت قايله جاد كيل مي او يا رب اقتلني، وساعتها بقى بنشوف المشهد ده. Oh God, kill me now. طبعا زي ما احنا شفنا بعد ما هي قالت يا رب اقتلني بنشوف شخصيه لابسه لونها ابيض فوق السحاب معاها قناصه وبتوجهها على دماغها. لو انت مش فاهم فاستغفر الله العظيم، الشخص ده بيمثل الذات الالهيه، حاجه يعني قمه في القرف. في مسلسل ذا كليفلاند شو المسلسل ده كان فيه اساءه واضحه للعرب والمسلمين ومحاوله اظهارنا ان احنا كلنا ارهابيين. بنشوف واحد من مشاهد شخصيه من الشخصيات المفترض ان هي شغاله في النقل بتاع الشنط، والشخصيه دي بنعرف انها مرتشيه يعني بتهرب الحاجات في المطار مقابل مبلغ من المال، فبيكون مطلوب منها انها تهرب واحد ارهابي هيعمل تفجير في باريس. والواحد الارهابي ده بقى بص عليه مسكته رمته وبعدين راح اتف على الارض. لما جت تبص على دراعه هتلاقي مكتوب سعوديه اريبيا او المملكه العربيه السعوديه، يعني جنسيته سعودي. وهم الاجانب دايما بيبصوا للسعوديه عشان هي اللي فيها بيت الله الحرام، ان هي رمز للمسلمين ككل، فهنا كان القصد ان هي بتحتقر المسلمين وكمان كانت بتبينهم ان هم ارهابيين. في مشهد في مسلسل ريكان مورتي بنشوف واحد من اللي بيعملوا ستاند اب او بيغني على المسرح، بمجرد ما بيطلع على المسرح وبيخلص الاغنيه اللي كان بيعملها بص بقى بيقول ايه. It's all improvised, it's very funny. Forget about everybody else. Forget about Jesus Christ. Forget about Muhammad. Forget about all those religions. كلامه كان فيه اساءه لكل الرسل بل ولكل الاديان، ولكن طبعا بذكره للرسل بتاعتنا هو كان المقصود بيه المسلمين. لقطه كمان من مسلسل ذا فاميلي جاي، المسلسل ده حرفيا انا كل ما اقعد اتفرج عليه بلاقي كميه اساءه واستهزاء بالمسلمين غير طبيعيه. فبنشوف مشهد لاسامه بن لادن والشرطه بتدخل عليه، وده بقى اللي بيحصل وبيتقال. As long as you accept Jesus before you die, anyone can get into heaven. Really? Anyone? I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes. طبعا انا مش محتاج افسر هم قصدهم ايه من المشهد ده. وفي لقطه تانية من نفس المسلسل لما بنشوف بيتر اللي هو الشخصيه الاساسيه بيحاول يبين ان اخواتنا الفلسطينيين ارهابيين زي ما الاعلام العالمي كله بيحاول يوصل للناس، فبيقول لك ان هو اشترى ساعه لما كان في فلسطين، ولكن الساعه دي ما طلعتش ساعه ولكنها طلعت قنبله موقوته. مش دي المشكله، المشكله بقى ان نبص للمنبه او الساعه اللي هو جايبها دي لما هيجي يرن هيقول ايه. This thing is worthless, like my Palestinian alarm clock. اظن كده الرساله وصلت. دي كانت شويه من اسوأ واقذر مشاهد بتسيء للاسلام في مسلسلات الكرتون. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيدعم المحتوى ان هو ينتشر، ولو دي اول مره تشوفني فتاكد انك عامل لي متابعه، وكالعاده ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وفي السودان. كان معاكم محمود زايد، سلام.